تغطيتنا متواصلة، تغطية خاصة لليوم، خاص اليوم للعلاقات التونسية الليبية، خاصة في الشأن الاقتصادي والتجاري. معنا بالتليفون سي شكيب بن مصطفى، رئيس كونكت الدولية. سي شكيب، أهلا وسهلا بك، مرحبا. عصام وليد، رئيس مجمع المستشارين. أي مرحبا بك سي شكيب. حكينا برشا على العلاقات التونسية الليبية من الجانب الاقتصادي، من الجانب التجاري. مهم ناخذوا رأي الفاعلين على عين المكان، الناس اللي يحطوا يديهم في العجينة وهما اللي يخدموا على السوق الليبية، وشنو أهم اللي مأخر العودة إلى سالف النشاط التجاري والاقتصادي ما بين تونس وليبيا؟ شنو أكثر حاجة تقلق مستثمر وإلا مصدر تونسي وإلا اي اوبيراتور ايكونوميك يحب يخدم على السوق الليبيه اليوم؟ المعاملات الماليه، لي ترانزاكسيون فينانسيير، هو اللي طيحنا. ماك تعرف انت تقلت برشا اليوم في الجورني سبيسيال تاع ليبيا، لي زيشونج كوميرسيو مع ليبيا كانوا في 2010 3.5 مليار دينار، هبطنا ولت عمناه الواحد مليار دينار، بعد زوز مليار دينار. إيه لا اون ان ان شاء الله العام الجاي نعاودوا نفوتوا مستوانا نتاع 2010. علاش طاحت في الفتره هذه الكل؟ على خاطر ان يافي با يافي ان بروبليم دو ترانزاكسيون فينانسيير. سمعت برشا الناس الكل يقولوا فما حتى مشكل في المعاملات الماليه بين البلدين. مش صحيح، الوضعيه تحسنت شويه اليوم، وهذاك علاش حجم المعاملات ارتفع. مي السنين هذوما الكل كيما احنا راهو في تونس عندنا المجلة بتاع الشانج اللي هي تري ريستريكتيف، هما في ليبيا زاد كيف كيف عندهم مجلة الشانج اللي هي ريستريكتيف، ولذا وقت يسكروا عليهم غاديك الروبيني بتاع لي زاشا وبتاع لي ديفيز، العلاقات تو سامبلومون براتيكمون دفرت. دونك مشكل بتاع الشح في العملة الصعبة. اكزاكتومون، بالضبط بالضبط. واحنا في تونس ما عملناش حاجة خاصة لليبيا في الفترة هذيك، دونك بالعكس حتى توا وقت اللي عملنا لي بيرو دو شانج، لي بيرو دو شانج دواف ريسبكتي الكود دو شانج بتاعنا ليكزيستون. معنا برشا ليبيا اللي يجيو لهوني لتونس مثلا يبدا عندهم الدينار الليبي ما عندهمش حتى يبدلوه، لازم يتعداو على الديفيز هذيك في ليبيا اللي هي محسومه ومربوطه اتسيتيرا، ومن بعد ما ياخذوا الديفيز هذيك يجيو لتونس هوني ويبداو فما الديكلاراسيون وكل شيء، وباش نعاودوا نرجعوا لحكايه الديكلاراسيون تاع الديفيز هوني في تونس. دونك هذه الحاجة الأولى بتاع رقم المعاملات التجارية كان مربوط ياسر بالإمكانيات بتاع الصرف بتاع العملة في ليبيا وفي تونس في السنين الأخرى. الحاجة الأخرى هما الاستثمارات. الاستثمارات بالخاص في السنين الأخرى ولات مشكل ياسر الحكاية بتاع الجافي وبتاع نو يور كاستمر، هو اللي تقلد زاد سمعته في الراديو اليوم، هو اللي المستثمرين الليبيين يجيو يحطوا فلوسهم هوني، إن فوا حطوا فلوسهم يقولوا لهم يا تو جوستيفي يا نبلوكيو لكم، وبداوا يبلوكيو على بعضه، بداوا يبلوكيو على بعضه، دونك كلهم يقول لك أولا ما نمشيش، جو نفيستي با اون تونيزي، ما نحطش فلوسي في تونس، ونمشي نحط في بق أخرى تو سامبلومون. الحاجة الثالثة توجور من ناحية الاستثمارات، نذكرك وليد اللي بعد الثورة برشا اللي بيجي جاوا لتونس وعارفين رواحهم باش يقعدوا على عام عامين هما وعائلاتهم سورتو، دونك يقول لك نشري في تونس. وقتها في تونس السياسة قالت لا، الأجنبي ما عندوش الحق يشري وما يشريش على خاطر باش يعلي باش يغلي على التوانسة، والتوانسة ما عادش يخلطوا اتسيتيرا اتسيتيرا. وقتاش تبدل القانون؟ تبدل في، أنت تعرف خير مني، 2018 ولا 2019 وقت ما عادش فما حتى ليبي في تونس. وتو لي لونجمون دو ستاندينغ اللي هو القانون هذا اللي تي بريفو اوكي 2019، جماعة اللي كانوا ينجموا يكونوا انتيريسي ديجا مشاو شراو أيور دون دي بيي اللي عندهم القانون نتاعهم بوكو بليز اوفير كو سلا، تركيا بالاساس، كيما اسبانيا، كيما قبرص، كيما الامارات اتسيتيرا اتسيتيرا. اي دونك نسمع برشا اليوم والبارح تقالت اللي احنا اخوان وما نفرقوش بين التونسي والليبي اتسيتيرا اتسيتيرا، سي فغي، اما في الفعل في الفعل اليا اونكور بوكو دو شوز افير، وما فماش ان ريجيم سبيسيال لليبيه في تونس. اي باغ كونتر اللي لاحظناه هو اللي في هالعامين ثلاثه الاخرى ثم عزيمه سياسيه واضحه
قصة سواء في تونس ولا في ليبيا باش نطوروا هالعلاقات هذوما. اي سا كومونس ا بورتيسي فري كيما قلت لك بكري، تعدينا من 1 مليار دينار ل 2 مليار دينار. نورمالمون عملناه 2022 دخلتوا، مازالوا لي شيفر ما خرجوش، مي لي 8 برومي موا دو لاني خلطنا ل 2 مليار دينار دو دو ترانزاكسيون بين لي دو بيي. دونك كان لي 8 برومي موا كان نعملوا اكستراپولاسيون لينيير لي نلقاو روحنا قراب من مستوى 2010 معني. نعم نلقاو روحنا قراب من مستوى 2010 من المفروض. فوالا قراب 3.5 وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله قاعدين اون انتيسيب اللي باش نفوتوا فينالمون مستوانا نتاع 2010، معناتها باش نخرجوا كاين في 2011 وما صار حتى شيء. باهي سي شكيب. دوماج خسرنا 10 سنين، مي على الاقل اون سيغ لا بون فوا. سي شكيب كي تقول لي فما مشاكل في على مستوى الصرف، على مستوى العمله، فما مشاكل على مستوى التحويلات، هنا حتى النشطاء الاقتصاديين التوانسه يتشكوا من قانون الصرف التونسي. في الاثناء شنو ينجم يكون دور البنوك في هل المعادله هذه؟ هما البنوك ساعة البنوك نتاعنا حكينا قداش مره على الخدمات نتاع البنوك التوانسه اللي هما ضعيفه، وحتى معناتها المؤشرات على الناحيه الدوليه يظهروا هذاك. مي المشكل المره هذه ماهوش في البنوك، فوين فوا المشكل مش في البنوك، المشكل في مجله الصرف نتاعنا اللي هي كي تخي ريستريكتيف. اي مالوريزمون كان فما بروجي عمناول باش يحلوا شويه وكانت باش تخرج في جوان، كما تعرف وليد ما خرجتش في جوان، احنا في جانفي وما خرجتش بو ان ريزون تري سامبل. وضعيتنا الماليه بلاد كامله صعيبه، دونك يقول لك سي با دي تو لو مويان باش نحل. دونك اون ساتون اسكو باش يخرج فينالمون هالنوفو كود دو شونج، مي سكي سيغتان سي كي نيورا با دو غراند افونسي بور لي زونتربريز دو موان. باش يعملوا حاجات ظراف باش الحاجات اللي ياسر ظاهرين على الاقل يجربوا ينقصوا منهم، مي سكي سيغ اللي ماهوش باش يصير فما تبديل كبير. هو وزاره التجاره اي شيف دو فيل دان كوميتي دو ريفليكسيون على ليشيل ناسيونال اللي فيه جماعه البوبليك، مي استدعونا زاده جماعه البريفي بو ريفليشيغ ا سكي لي بوسيبل دو فير. ولي ديفيرون تيم اللي قاعدين نخدموا فيهم اكتويلمون، عندك اولا نتاع التمويل ونتاع لو فينونسمون دي زوبيراسيون اي لو بيمون دي زوبيراسيون، وعندك من الناحيه الاخرى نقل الاشخاص. وفهم برشا حاجات تعملوا نوتامون لو بوان دو باساج نتاع بن قردان واللي قاعد يصير في ذهيبه، والمشروع نتاع البارك داكتيفيتي ايكونوميك قاعد يقدم. دونك لي فريمون قاعد نحس اللي فما قاعده تقدم بالباهي. مي هالحكايه نتاع الصرف فما جو دير نامبورت كوا لا جونكاج با كونيكت، مي فكره اللي يلزمها تتحط على الطاوله ونخبوا فيها هو حكايه لا ليبر كونفرتيبيليتي بين الدينار الليبي والدينار التونسي. اتيتر بيان بارتيكولي، علاش؟ على خاطر هو اكتويلمون دون لي فيت سي لو كا، معناتها هذاك اللي قاعد يصير، مي قاعد يصير بطرق معوجه شويه اللي اذا سوق كان سوق موازيه معناها او بريفوار لو كادر ان كادر سبيسيفيك للمعاملات بين تونس والليبيه باش تسهل. احنا قلنا اللي فما لا ليبرتي دو سيركيلاسيون دي بيرسون، نسهلوا لا ليبرتي دو سيركيلاسيون دي كابيتو. والحكايه نتاع غافي ربي جو نو بو با كومبخوندر اللي كيجيو لتونس يتحطوا في الليست غريز وليست نوار ولور فون سون بلوكي، وحتى اللي نعملوا لونكيت وكل شيء، ويمشيوا في بلدان اخرى اللي تجرب تستقطب الاموال تاع المستثمرين الاجانب وما عندهمش المشاكل هذوما. علاش عندنا احنا بالذات عندهم المشاكل، علاه ما عندهمش المشاكل في تركيا وفي قبرص وفي اسبانيا ولا حتى في ايطاليا؟ معناها سي شكيب بن مصطفى، الحل يكمن في كون المواطن الليبي كي يدخل لتونس يدخل بالدينار الليبي، ونفس الشيء بالنسبة للمواطن التونسي كي يدخل ليبيا يدخل بالدينار التونسي ويلقى يصرف مباشرة غاديكا. عندنا ليبرو تشانج، عندنا ليبرو تشانج كانت تكري، مي ما عندهمش الحق باش يعملوا هذوما. وفما فرق مختصة اللي هذيك خدمتهم نهار كامل اللي كانت قدام ليبرو تشانج، يفيقوش بواحد دخل هكاكا وبدل ديريكت ما يلقاوش دينار ليبي في ان بيرو دو شانج باش يسكروه اتسيتيرا اتسيتيرا. شنو تنجم تكون عليها. شنو تنجم تكون المخاطر نتاع السماح للاخوان الليبيين كانهم يبدلوا الدينار الليبي في تونس، ولا العكس التوانسه يبدلوا الدينار التونسي في ليبيا؟ شنو المخاطر نتاع الشيء هذا لو كان يتم اعتماده؟ هو اللي يقول لك
جو نو كالكول با قداش الامباكت نتاعو على الماس مونيتير نتاعي، قداش اللي باش يخرج من هوني اي الفلو دو كابيتو، ينجموا التوانسه يهربوا فلوسهم باغ لو بيي دو لا ليبي. مي سكيليا سكو ينساو لي ليبيا كيف كيف ني با ان ديفيز فاسيلمون كونفيرتيبل، دونك اللي قاعدين يهربوا هكا ولا هكا قاعدين يهربوا وقاعدين يستعملوا هالمسالك هذوما. دونك عندنا فرصه باش هو موجوده موجوده اقتصاديا، على الاقل جوريديكمون اون ريغولاريز سولا وندخلوها دون لو كادر فورميل، اي الدوله تستفاد منها اي لو سيركوي بانكير اي فينانسي يستفاد منها زاده. باهي سي شكيب، اذا استثنينا المعاملات الماليه، شنو هو الخطوات الاخرى اللي انت كمستثمر تنجم تسهل لك الولوج للسوق الليبية، والا تنجم تسهل لك شراكات في ليبيا مع مستثمرين ليبيين؟ لي تاكس دوانيير اونتر لي دو بيي، لي تاكس دوانيير اونتر لي دو بيي، الاجراءات الضريبيه ما بين كي تجيب سلعه ليبيه، جو بارل دو سلعه ليبيه وصنعت في ليبيا بالريجل دوريجين وكل شيء، اي دون لوتر سونس نوليو نحيوها دو مانيير فاسيليتي السلعه الليبيه باش تجي لتونس اللي عند اللي هي عندهم هما تري امبورتون تري امبورتون. سي اون اريف ا فير سولا ا ديمونتري اللي فما لا بوسيبيليتي السلعه الليبيه، خاطر هما بيدهم راهو ايزون ان بروبليم دو شوماج كي كومونس ا فونتي اي نوتامون بور لي جون كادر لي جون كادر ديبلومي. دونك يقول لك نحب انا بيدي ما نكونش ان سامبل كونسوماتور ونكون ان انفستيسور وان اندستريال، اما توانسه راهو من جهه اخرى راهو ديما يتصعبوا بشويه بشويه ويعملونا دي دوا دوان اي اون ا با دو ريجيم بريفيليجي. اي دونك سكو جو بروبوز هو ان ريجيم بريفيليجي بين تونس وليبيا على لو لا سيركولاسيون دي مارشانديز. نذكر عفوا نذكر اللي ضيفنا سي شكيب بن مصطفى في اطار يوم خاص اليوم على العلاقات التونسيه الليبيه، كذلك فما معرض في مصراتة، المعرض التونسي الليبي للصناعة والتجارة. من الجانب الليبي سي شكيب، فما نية واضحة اليوم بالرغم من اللي المنافسين متاعنا في ليبيا مشاو أشواط كبيرة على مستوى سواء إعادة الأعمار، على مستوى التواجد عن عين المكان في السوق الليبية، من الجانب الليبي مازال فما الرغبة كونه تكون العلاقات التونسية الليبية على المستوى الاقتصادي في أعلى مستوى؟ هذا يعكس ثقة للإخوان الليبيين في المستثمر التونسي، كيفاش نجموا نستثمروه هذا؟ alors يلزم نتعداو ان اوتر بالي دو كوبيراسيون بين البلدان الزوج. مثلا توا قاعدين نحكيو على عمليات تجارية بحتة اللي معناتها احنا نشريو من عندكم انتم تشريو من عندنا، اللي هي حاجه باهيه وما ماهيش كافيه. يلزمنا نلوجوا التكامل من الناحيه الصناعيه ومن ناحيه الخدمات بصفه عامه. مثلا هما عندهم لينيرجي بتكلفه رخيصه، دونك ايل سون نورمالمون بلوز اتراكتيف في اي استثمار اللي هو يستهلك برشا طاقه، بينما في تونس عندنا برشا حاجات اللي يستهلكوا الطاقه ماشيين باش يغلاو اكثر، وخاطر توا الطاقة اللي سيفونسيوني بيانتو السيفونسيون باش تنحى. مثلا في بالكم اللي لو برومي برودوي اللي قاعدين نصدروا فيه لليبيا وتوا السنوات الحكاية هذه هو السيمان. اور السيمان ان دي برودوي اللي يستهلك الأكثر طاقة في الميدان الصناعي. صحيح. والطاقة اللي قاعد يستهلكها هي طاقة مدعمة. دونك اون فان كونت كي تبيع له السيمان أنت قاعد تبيع له في السيفونسيون بتاعك اللي هو سي نورمال. صحيح. مي سكو جو دي للسيمان موجود زاده للياجور، ماك تعرف في ليبيا ما عندهمش الياجور كيفما احنا، عندهم لي باربان اللي معمولين بالسيمان. دونك كيف كيف اون لو فون لي بريك سي ايجالمون دو لينيرجي. اور تو سي برودوي تري كونسوماتور دينيرجي بيفت اتر ترانسفيري اون ليبي. من الناحيه الاخرى عندك في ليبيا ان لاندستري سيديرورجيك كي تري ديفلوبي، عندهم مصنع حديد الصلب جوستومون تاع مصراته اللي هو تري 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 افونسي، اللي احنا نجمو باغ لا سويت سور لا باز نتاعو توت لاندستري ميكانيك وميتاليورجيك نتاعنا ال سو ديفلوب اون كوبيراسيون مع المعمل هذايا. دونك il y a des possibilités. احنا مثلا اون تري فور دون تو سكي كومبوزون اوتوموبيل، دونك اون دو غرو كونسوماتور في لاسي في الحديد الصلب، كنا نجمو نعملو دي جروبمون داشا ونخدمو ديريكتومون مع معمل الحديد الصلب نتاع مصراته.
دونك لي بوسيبيليتي دو كوبيراسيون سون تري امبورطون. يلزم نخدموا على الحكايه هذوما نتاع لي فيليير دون مانيير ترانسفيرس بين تونس وليبيا على لي بوسيبيليتي دانتيغراسيون دو ديفلوبمون. سي شكيب، بمعنى اليوم نتجاوزوا الموضوع نتاع العلاقه التجاريه، نصدروا ونوردوا من والى ليبيا، الى الشراكه على عين المكان. بمعنى اليوم فما سافوار فير في تونس، فما معرفه معينه في بعض الانشطه، وفما ديزافونتاج، فما امور اللي التواجد على عين المكان في ليبيا ينجم يكون مربح للطرفين. وي هو تو السلوغان اللي قاعد يتقال برشا هو اللي تونس ليبيا مع بعضنا باش نمشيو للافريقيا، مش ديري با سيغمون للافريقيا، راهو كان اون سالي ريالمون اونسومبل، على خاطر يفو فوا واش كوني هما اللي الناس اللي خذاو بقعتنا، فماش 100 واحد خذا بقعتنا، اللي خذا بقعة الناس الكل هي تركيا. تركيا خذات بقعة الناس الكل على خاطر تخدم، على خاطر في دو غروز ايفور دانفستيسمون اكسترا اكسترا، برشا حاجات كي اليوم بيرمي داتوندر سو بوان لا. اوغ الليبية كي تجي تقول بين تركيا وتونس ما شكون تفضل تخدم؟ يقول لك انا نفضل نخدم مع التونسي، علاش؟ على خاطر كي تصير مشكله التونسي هوني نجم نمشي له بالكهرباء ونحل هالمشكله، اذا كان عندي مشكله مع فورنيسور تونسي نلقى شكون يعرفه، شكون يعرفني انا اللي نجم الى انترفيان اكسترا. بار كونتر ليبي عنده مشكله مع واحد تركي ما عندهم يعمل له راه، اي دونك يل بريفير ترافاي افيك نو و ايزون انتيغي ترافاي افيك نو. ما كانش راهو البلدان الكبار، عطيت تركيا كمثال، ميل كلهم ياكلونا ماكله. إيه سي اون ريلاسيون وان بريت كو غانيو غانيو. دونك قبل ما نخمو في افريقيا عندك ديجا لا سبستيتيسيون او برودوي دامبورتاسيون كو سو سوا في السوق التونسي ولا في السوق الليبي، ومادام فما لي ريغل دوريجين زاد كيف كيف في الاسواق نتاع المغرب العرب. اي اليا بوكو دو بوسيبيليتي ا تروفي. كي واحد يمشي، احنا مثلا مشينا للمصراته سنا مع جمعيه بداية مصراته باردون قلت مصراته بنغازي، وقت مشينا لبنغازي احنا في تونس سيكولوجيكمون يقول لك بنغازي راهي من الجهه الاخرى ويخدموا دو بريفيرونس مع المسار، وواحد كلهم ما يحبوش يخدموا معاه. اي بان سي با فري، كيفاش خاطر اولا مصر توا افيك سورتو سا سيتياسيون فينونسيير اللي ما عادش عندها برشا ديفيز باش تجيب واحد كل، توت لا برودكسيون ايت اورينتي بور لا ساتيسفاكسيون تاع الاستهلاك في بلادها، ما عادش قاعده تصدر بالكل وما عادش قاعده تصدر لليبيا اونتر اوتر. اي دونك قاعدين يجيبوا في السلعه نتاعهم من البلدان الاخرين. احنا التوانسه مستنسين بطرابلس، مستنسين بمصراته، يعرفونا ونعرفوهم، مي في بنغازي بوكو موا، إيل يا بوكو دوبورتينيتي دون سو كادر لا، إيل يا بوكو دو بار دو مارشي أبخوند، سورتو مانتنون اللي مازالت تركيا حشامة شوية في جهة بنغازي، ومازالت ما دخلتش برشا، إيا أونكور دي بار دو مارشي أبخوند. هو حتى من ضمن المداخلات اللي صارت اليوم في الجورني سبيسيال، تحكي حتى على الأمور اللوجستية، الأمور نتاع الشاحنات اللي تتعطل في المعابر، اللي الشيء اللي يخلي بضائع تركية توصل عبر الموانئ الليبية توصل بشكل أسرع من البضاعة التونسية. ولو احنا كما قلنا نحبوا نتجاوزوا مهم المبادلات التجارية، لكن نحبوا نمشيوا الأمباليه ما أعلى، نمشيوا المستوى ما أعلى على مستوى الشراكة التونسية الليبية، لكن هالمشاكل اللوجستية هذه يلزم نلقاو لها حل. وفي أكثر من مرة تحطت على طاولة الحوار، في كل مرة فما قرارات وفما التزام من الجانب التونسي بتسهيل العقبات، لكن للأسف مازال لحد الآن مازلنا معطلين شوية في الموضوع. للأمانة وليد قدمنا السنة il y a eu des progrès qui ont été faits notamment في البوابه نتاع برغردير، وفما زاده في البوابه نتاع ذيبه، وقدموا لنا راه وزاره النقل المشاريع نتاعهم كيس كي انكور في بريفو باش يسهلوا العبور نتاع مثلا لفات اللي ما تبداش فرد صف العائلات وجماعه اللي يمشيوا يجيبوا في الليسانس وجماعه اللي للتجار، التنظيم هذا الكل راهو اوغاني في بوزيتيف سور نو سي ديجا اون كور اكتويلمون. عندك كي باش يجيو يعملوا غاديكا في بنقرجان، يعملوا لي زون دو ستاسيونمون اللي فيهم تواليت، اللي فيهم حاجه تنجم تاكل تنجم تشرب اتسيتيرا اتسيتيرا، هذاك زاد سا بيرمي دو فاسيليتي سو ترانسفير لا. اي ان غرو ترافاي كي اون تران ديتر في، ان شاء الله بركه يكملوا هكاك وما يقفوش عليه. جزيل الشكر ليك سي شكيب بن مصطفى عن منظمه كونكت، حكينا على العلاقات الاقتصاديه والتجاريه التونسيه الليبيه، فرص تطويرها، وخاصه المحافظة وتدعيم العلاقات التجارية، لكن
خاصة المضي بها إلى مستوى ما أعلى على مستوى الشركات خاصة في الجانب الصناعي. فما ديزافونتاج، فما تسهيلات كبيرة، وفما خاصة مثلا في موضوع الطاقة في ليبيا اللي يخلي الإنتاج على عين المكان ينجم يكون أكثر ربحية للطرفين التونسي والليبي. جزيل الشكر مرة أخرى للسي شكيب بن مصطفى ضيفنا اليوم في تاريون جورني سبيسيال. باش نواصلوا معاكم بعد شوية من ليبيا يكون معنا سي عادل المطوني مدير عام شركة الجيد للصناعات الغذائية الليبية، كذلك باش يكون معنا سي فخر الدين القاطري اللي هو مدير الشؤون التجارية بالوكالة العقارية للصناعة موجودين في ليبيا، يكونوا في الميكرو متاع منال الغربي في إطار جورني سبيسيال اليوم نهار كامل نحكيه على العلاقات التونسية الليبية، كيفاش نجم نطوروا في هالعلاقات هذه من الجانب التجاري الاقتصادي وحتى السياسي والدبلوماسي. مواصلين معكم بعد موجز مساعتين ونص.